تعمل قيادة خفر السواحل على تأمين السلامة البحرية مستعينة في ذلك بالتقنيات الأمنية المستحدثة، ومن بينها مشروع السياج الأمني الإلكتروني لما له من دور كبير في السيطرة البحرية. تعمل قيادة خفر السواحل على تأمين الحدود البحرية والمياه الإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة البحرية لكافة مرتدي البحر، وذلك من خلال دوريات بحرية على مدار الساعة ضمن المنظومة الأمنية الشاملة التي تستهدف حفظ الأمن في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الإطار يأتي دور مشروع السياج الأمني الإلكتروني. طبعا هذه الأجهزة راح تتركب على جميع الزوارق اللي مستوفية الشروط شعبة التسجيل والترخيص لغارات خفر السواحل، منها زوارق الصيد المحترفين البوانيش والزوارق الصغيرة، بالإضافة إلى زوارق النزهة. حاليا وصل عدد تركيب فوق 4000 جهاز على زوارق المسجلة عندنا بقيادة خفر السواحل، وما زال العمل جاري لاستكمال هذه الأعداد اللي موجودة. طبعا هذا المشروع راح يتم استكماله على مدى تواجد هذه الزوارق وتواجد الأشخاص اللي يرتادون البحر، وكل ما يزيد عدد التسجيل تزيد عدد الأجهزة اللي راح نركبها. طبعا عندنا 3 مراكز تركيب وصيانة موجودة عندنا، فرضة بندر الدار في مركز تركيب وصيانة، بالإضافة إلى فرضة المحرق وفرضة البداية. في حال أن أي من المرتادي البحر أو الجمهور حاب يحصل استفسارات أو يأخذ مواعيد، يقدر أن يزور هذه الفرض الموجودة هناك المراكز، ويقدر الأشخاص الموجودين هناك الموظفين راح يساعدونه ويوجهونه التوجيه الصحيح. وبجانب العمل الميداني وتسيير الدوريات البحرية التي تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق السلامة البحرية ورفع معدلاتها، يأتي الدور التوعوي لكافة مرتادي البحر تطبيقا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية. الآن بالجهاز يعني الحمد لله، لما يصيدك أي عطب بانوش أو تستفسر عن أي إنسان ضال هاوي أو صياد، ما عليك اللي تتصل بالعمليات تعطيهم اسم البانوش ويخبرونك أن البانوش السفينة في حالة يعني واقفة أو السير أو وين موقعها. طبعا بالنسبة للجهاز، جهاز جدا مفيد يعني، باعتبار أنه يعني يحدد موقع السفينة، ولو كان في اشياء طارئه او غرق او شيء، ففيه حبه تضغط عليها فيأشر لهم يعني على طول في العمليات، فيعرفون ان الشخص محتاج مساعده فيطلعون له. اعطانا ثقه كامله صراحه، لان تعرف المناطق البعيده فيكون ما عندنا ارسال في التليفونات، فنعتمده اذا كان فيه عندنا مشكلة في الطراد أو شيء. وأتوقع أن خفر السواحل تكون ساعة زمان ويكونوا حاضرين صراحة يعني. تبقى السلامة البحرية مسؤولية مشتركة تتحقق بالتعاون بين خفر السواحل وكافة مرتدي البحر، فالتعاون والتجاوب مع الإرشادات والحملات التوعوية مسألة بالغة الأهمية من أجل أمن وسلامة الجميع.